عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. إن تربية القطط أمر شائع جدا، الكثير من الأصدقاء يحبون تربية القطط معهم في المنزل. وفي الحقيقة العيش مع القطط أمر ممتع جدا، خاصة إذا كنت تعرف كيف تتعامل معها بطريقة صحيحة. وعندما تحضر قطا أول مرة للبيت، هذا يعتبر حدثا استثنائيا لا يتكرر في العادة كل يوم. ولأن هناك أحداثا طريفة حدثت معنا جميعا عندما عشنا هذه التجربة اللطيفة والمميزة، فسوف نشارك معكم في هذا المقطع الخفيف 5 أشياء تحدث عندما تأتي بقطة جديدة أول مرة للعيش معك في البيت. ففرجة ممتعة لكم جميعا أصدقائي الكرام. عند إحضار قط أول مرة يكون هناك حماس كبير جدا، لدرجة أنك لا تفوت فرصة مراقبتها وهي تلتهم أول وجبة لها. إن هذا التصرف فعلناه جميعا في أول لقاء لنا مع هذه المخلوقات اللذيذة. إن صوتها وهي تقدم الطعام بأسنانها الحليبية يأسر قلوب جميع عشاق القطط حول العالم. ولمراقبتها بطريقة لا تزعجها يجب الابتعاد عنها لمسافة معقولة، وإذا رأيتها تمتنع عن الأكل فاترك الطعام في مكان مكشوف وقريب منها ودع الغرفة لها وحدها. إنها فقط خائفة، فكل شيء يكون جديدا عليها. غالبا هي لا تريد اللعب معك لأنها لا تثق فيك بعد، وهذه ليست مشكلة كبيرة لأن كسب ثقة القطط أمر سهل في معظم الأوقات. واظب فقط على إطعامها بنفسك وسوف تبدأ تقع في حبك شيئا فشيئا. عندما تحضر قطة جديدة تكون متحمسا وتريد أن تلعب معك. إن عدم رغبتها في اللعب معك قد يكون أمرا محبطا لك، لكن معرفة أنك لست الشخص الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة قد يساعدك يا صديقي في تقبل هذه المسألة. واصبر عليها قليلا حتى تثق فيك أكثر. دخول قط أول مرة للبيت ليس حدثا عاديا بالمرة، وذلك لأنه سيصبح فردا من أفراد العائلة. غالبا يكون أحد الوالدين معارضا لفكرة وجود حيوان أليف في البيت، ولهذا ترى أن كل أفراد العائلة تقريبا يركزون على هذا الوافد الجديد. وإليك هذه المعلومة الثمينة والتي لا تقدر بثمن، إن غالبية الأشخاص الذين يعارضون تربية القطط في البيت غالبا هم أكثر من يقعون في حبها، وذلك بعد التعرف أكثر على هذه المخلوقات الظريفة. هذه من أكثر الأشياء التي حدثت لنا جميعا عندما أحضرنا قطة جديدة للبيت أول مرة. فالمسكينة تكون لا تعرف مكان قضاء الحاجة جيدا، مما قد يجعلها تقضي حاجتها في مكان غير المكان المخصص لذلك. دربها جيدا على كيفية عملها في المكان المخصص لفعلها، فالقطط الصغيرة مثل الأطفال تماما، وهي قد تفعلها في كل مكان وزمان إذا لم تكن مدربة جيدا. والجميل في الأمر أن القطط ذكية ونظيفة، وبعد أن تتعود على البيت الجديد وتعرف مكان صندوق الفضلات جيدا فهي تواظب على عملها فيه دون غيره من الأماكن الأخرى. إن جلب قط للعيش معك هو تجربة يصاحبها الكثير من الحماس والفضول لمعرفة المزيد عن هذا المخلوق الذي ستجده دائما بجانبك. وكلنا مررنا بهذا الإحساس، حيث تكون حاضرا جسديا في المدرسة أو العمل بينما عقلك يفكر في صديقك الأليف. هذه تجربة جميلة وكلنا نتذكرها جيدا. وأنتم أصدقائي، ما هي أكثر الأشياء التي حصلت لكم عندما أدخلتم قطتكم أول مرة للبيت؟ شاركونا تجربتكم الشخصية في التعليقات. دمتم بخير وإلى اللقاء.